you <laughs> السلام عليكم مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل السيدة خديجة عليه السلام رحبوا معي بضيف هذه الحلقة سيد حسين السلام عليكم السلام عليكم شلونك زين مشاهدينا طبعا برنامجنا يكون في ثمان مكعبات وفي كل مكعب هناك سؤال يوجه لضيف هذه الحلقة المكعب الأول سيلك اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي سيد حسين الشيرازي عمري عشر سنوات في كربلاء المقدسة المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية؟ الصف الرابع الابتدائي المكعب الثالث شنو طموحك العلمي؟ طموحي العلمي ان اصير مرجع تقليد وليش اختارت تصير مرجع؟ مثلا ايه؟ مثل ابويا مثل جدي اذا صير. اه حبيبي سيد حسين خليك ويانا. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. عدنا واياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانيه. المكعب الخامس يسيلك شلونك ويا الصوم العبادات؟ احنا الصوم مو على واجب احنا نصوم صوم العصافير نتسحر ويا ابونا وامنا وبعد الظهر اذا جعنا ناكل لقمه لقمته والا الفطور نصبر وبعدين ويا ابونا وامنا نفطر هذا تدريب على الصوم حتى نتعود على الصوم المكعب السادس يسالك اليوم ذكرى رحيل السيده خديجه شنو تعرف عن السيدة خديجة. السيدة خديجة كانت ثرية وكانت أول النساء المؤمنين برسول الله وهي كانت زوجة رسول الله وأمنت برسول الله، أول النساء وأول رجال أمير المؤمنين عليه السلام. المكعب السابع يوجه لك سؤال. شو تحب توصل صورة للعالم عن مولاتي السيدة خديجة؟ أحب اوصل صورة ان يكتبون كتاب بانواع اللغات مثلا لغة الانجليزي، لغة الاردني، لغة الفارسي، لغة العربي، لغة ال... اي لغات اللي اكو. المكعب الثامن سؤاله شنو تحب انت تقدم كطفل في هذا العمر للعالم اجمع باسم مولاتي؟ السيدة خديجة أحب بهذا العمر أن أكتب كتاب بأنواع اللغات وليش تكتب كتاب؟ حتى الناس يتوجهون شكرا لك حبيبي سيد حسين شكرا شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدينا فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة وحبينا أن نهديكم هدية ألا وهي حديث من أحاديث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال الإمام علي عليه السلام فرض الله الصيام ابتلاءً لإخلاص الخلق مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في أمان الله はい <noise>